السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا هذه معنا عالم الواحد هنا ما شاء الله تبارك الله، تم تعليم بعض الأشخاص وبعض الحيوانات، جلب بعض الحيوانات النادرة والغريبة قسم خاص للتصوير مع القطط ومداعبة الحيوانات وقسم عرض الحيوانات وبيع الحيوانات واستخداماتها. حديقة عالم الواحد للحيوانات أنواع من الحيوانات النادرة والغريبة. مشوا مشوا صدق صدق شباب، هذا قسم البيع للحيوانات، جيدة إن شاء الله، هناك قسم خاص للدخول مع الحيوانات مشاهدة النمور والحيوانات المفترسة، ثعابين، الزواحف، الغزلان، بعض الحيوانات النادرة والغريبة. أبهى طريق